الى قرصه الاولى في سبا اليابي يارثر للمراه بشرى الولي في الخطي الرابعه. الآن في قاعة الخاصة بحفل تتويج أبطال ديربي مراكش في نسختها الرابعة. الحمد لله داز الحفل في أجواء أخوية وكانت فرحة عالمة لوجود الحضور، وتنتمنى من الله أن القادم يكون أفضل بإذن الله. وتحية لكل مشاركين متتبعين ومحبي ديربي مراكش. إدارة ديربي مراكش تضرب لكم موعد إن شاء الله المقبل للنسخة الخامسة بحلة جديدة، يعني موقع جديد باستراتيجية جديدة بنظام جديد. ونمر إلى الرسوة الأولى في سباق النهائي يارثر للمرأة بشرى الدولي في الخطي الرابعة. عادت الرسوة الأولى للبطل أو الأبطال إخوان أخرى سباق حرب إلى الأبطال.